بموضوع من أجل استمرار التعليم من أجل استمرار عفوا التعليم في حالة أزمة صحية. نترككم مع مداخلة مع كلمة مع السيد بن قرطاليا صديق نائب مدير الصحة لإلقاء كلمة حول إحياء الأسبوع المغاربي للصحة، فلنتفضل مشكورا. ونطوش الهضره اللي بسبب سكوت بزاف الناس اللي قادروا يهضروا اكثر مني وهما متخصصين في هذا الكلام. انا راح نتكلم برك على المناسبه اللي عزيزه ومهمه جدا اللي تخص الاسبوع المغاربي للصحه الجامعيه. ما تنساوش بلي قضيه الصحه وجدت مع الانسان، صافودير كو لا سونتي مرافقه ديال الانسان. هذا الانسان كي يجي للحياه الطبيب وللممرض هو اللي دخل للحياه، اول شيء اللي يشوفوه هو يشوف الطبيب. وبعد تكون هذيك مع القبيله مع الطبيبه يرعاوه بهذيك حتى يدخل المدرسه. كي يدخل المدرسه يصير الطبيب تاع الصحه المدرسيه اللي يقوم به ويكبره بالعقل حتى يدخل الجامعه. كي يدخل الجامعه يصير الطبيب تاع الجامعه يزيد في هذو الوحدات الوقاية تاع الزيارة هذو، يكملوا معاه هذاك المشوار تاعو تاع اللي يقرا في الجامعة حتى يدخل يخدم. كي يدخل يخدم يصير ثاني طبيب وصلت الصحة دون لو كان تاع ميسيون تاع الطب العام، يزيد يرافقو يروحو معاه حتى ياخذ تجارة ثلاثة، ياخذ تجارة ثاني هناك ثاني أطباء رايحين حتى كي تجي خارج من هذه الدنيا. نقول ان شاء الله ربي يطولنا في الاعمار، يطول للاساتذه تاعها والاسره تاعها في الاعمار. كي يجوا خارجين هذا الطبيب هو اللي يودهم، الى ما قالوش في قد ديني ما يقدرش يدبروا. دونك راكم تشوفوا اللي الصحه مرافقه للانسان من قبل، حتى كي ماشي غير كي يزيد قبل لا يزيد في لا كونسيبسيون تاعو كي يجي موبي وباش يزوجوا لازم لهم امبيلون سانيتير يقدر يزوج. المهم التم تاع اليوم في البدايه كان واقيلا يهضر مع على نظافه الايدي. نظافه الايدي معانا نهضركم فيها هي حاجه بسيطه كي يقولوا لافاج دو مان، تطهير اليدين حاجه بسيطه بصح في العلم تاعنا في الطب في لا سيونس حاجه كبيره في العالم. يديروا دي كرون كونغري مؤتمرات كبيره يحضروا فيها اكبر البروفيسور باش يهضروا على لافاج دو مان، باسكو قصد الداء هو هذه اليد. هذه اليد هي اللي تدخل المرض للجسم وهي الو كل ما تكون اليد ملوثه كل ما يكون هناك مسيره لجسم المرض. دونك لافاج دي مان هذه حاجه مهمه جدا. انا ماذا بيا كاع نسالها كل ما عندكم وقتاش نقصوا يدينا ما تكملش تقبل الشعر تسليتك قبل لا تفطر. ما كي تفطر كي تدخل للتواليت حاجه كي تخرج كي تخدم حاجه اشاك فوا لازم تغسل يديك. دونك هذا هو لازم حاجه عظيمه بزاف في العيطوم حنا لي مالادي مالادي مالي تونسيون صار دير الامراض المتنقله عن طريق اليد. تقريبا كل
الأمراض كما التيفوس كما المال الكوليرا كما كل شيء نقلوا على الثلاثين موجودة في الكورونا. الكورونا هذه الساعة هذه الكورونا هذه عباد ربي دوخنا حال فيها العالم بأسر حال فيها الكورونا وهي هي إلى مرض يتنقل عن طريق الهواء وعن طريق اليد عن طريق اليد لحد الآن الناس ما قدرش يفهموا المرض هذا لأن تعلم معه برياكسيون صار ديال شد من كل ما تظهر حاجة نشوفوا لها حاجة وتعلم معه والحمد لله الحمد لله وصلنا هنا في بلادنا وصلنا لواحد المرحلة كبيرة ما نقولش القضاء باسكو مازال ما نقول في التعامل معه اكتويلمون كي نهضروا على الولايات تاع الشمس ولاينا كانت من بين الولايات القليله واقول القليله اللي كان عندها دور كبير في مكافحه الكورونا في الجزائر اللي شافت كاع الناس يشهدوا عليها وعلاش باسكو كنا قمنا بانترافاي سيونتيفيك عمل في منذ البدايه كي كنا نسمعوا فيها في جونفي في نسمعوا في العام في لافان ديسمبر تاع 2019 نسمعوا احنا في الولايه تاعنا كانت اول شيء كنت مع السيد الوالي اللي كان مقبل كنا تفاهمنا على بروند ترافاي هذه مالاش بروند ترافاي نقول باسكو كان اي عمل نقوموا به بلا ما نخططوا له الا ما خططناش ما نديروا والو راكم تشوفوا الساعه كنا نهضروا على الفورم تاع الجزائر كون شفتوا هذوك الشغل الابرار المجهدين الابرار كلهم مش تخطيط وقعدوا وهضروا وخطوا وفهموا ما كانوش يقدروا يحازوا فرنسا هذه كونكم هانين اللي كل شيء بالتخطيط كنا قمنا بالتخطيط هذا وباذن الله عرفنا كيف نسيروا هذيك المرحله كانت صعوبات كبيره ما كان عندكم لي سوبرينا مشاكل سوبرينا فتنا لا سوبرونس والحمد لله كنت كندير في حاجه مليحه ربي دائما يطولك في العمر ويحفظك دونك مازلنا حيين ومازال ان شاء الله نكافحوا وبرك احنا دونك عندنا النصيحه دائما لازم نثبتوا النصيحه كل شيء بالنصيحه اي حاجه في الدنيا اي مشكل اي مرض اي حاجه لازم نتعاملوا عليه باش نتكفلوا فيه وباش نديروا وقايه باش نزعوه وهي كل شيء تكون مشاركه لازم الناس كاملين تتبع الاجراءات الوقائيه الاحترازيه اللي هي من البدايه تاع المرض في العالم باسمها كسوسوا عندنا في الجزائر ولا في فرنسا ولا في انجلترا ولا في امريكا كاين في الصوالح يهضروا عليهم وعاودوا يرجعوا لهم يهضروا على هذه ارتداء الكمامة يهضروا على غسل اليدين ويهضروا على التباعد الجسدي والاجتماعي التباعد الجسدي نقولوا مترا ونص ولا مترا على بعض البعض والاجتماعي معليش ما نجيبوش نقولوا ما نديروش لا عداس ولا من الافراح كاين هناك شروط نستعملوهم نفرقوا نديروا العداس نديروا كل شيء مي وفق الشروط تاع لا 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 هاكو في الصوالح كانت هي لاباس تاع الوقايه ومن بعد ربي كرمنا ربي كرمنا بحاجة عظيمة هي اللقاح. اللقاح حاجة عظيمة. مالوزمون حنا عندنا ما فهمناش اللقاح واش هو عندنا هنايا. تشوف في الخارج الناس فهموها. سي دي بوبيلاسيون كاملة لقحت. احنا ما فهمناش معاها. مي على كل حال كانت فئة غير مستهلة بهذا التلقيح. كاين فئة غير مستهلة بها بلد الحد دابا 30% 35% دو لا بوبيلاسيون. حنا كان المفروض عندنا في الولاية تاع الشفت لقحوث 130,000 شخص عندنا ولايتنا كبيرة ولاية مليونية فيها 1,400,000 كان المفروض يلقحوا 800,000 كنا لقحنا أكبر عدد ممكن حنا بالك حتى تقريبا 400,000 ولا 360,000 مي أون بعد جات أمور اللي خلات جيان كاين فيها ليميليتي ماتيرال كان ربي ثاني فيه الخير كان جاب لنا المرة هذا وجاب لنا مرة واحدة أخرى يمكن الفيروس متحول سهل شويه اوميكرون بارابور للدلتا واللي جاو هذا الاوميكرون الى في كو الموند في تقريبا كاع الناس داروا المرضي ومن بعد لي سو اكي بار سويت ايميونيتي لاتيرال داو كما نقولوها مناعه طبيعيه كانت ساعدتنا بزاف في الحد من الانتشار تاع المرض هذا مي انا نقول لكم ونعاود نوصل لكم رانا في اريحيه مي ما يعثر صعبه في المرض الحادث ثم الحادث ثم الحادث ثم الحادث ما نعرفوش انا شحال ما كاش ديال واحد الحاجه واحد برك الحمد لله رانا ملاح مي غدوه ما غاديش نعرف
هذه اللي حبيت نقولها وتكون بداية هذا الاجتماع وهذا المؤتمر اللي كاين الناس اللي راح يزيدوا يهضروا فيه. وبارك الله فيكم يسمح لي نفصل النصيحة على يديها واحد يعطيها العشرة عشان يعطوها لي وتمشي حتى تتعم على الناس كاملين. وبارك الله فيكم وشكرا على هذه المؤتمر. أشكرك سيدي على هذه المداخلة وهذا من أجل استمرار التعليم في حالة أزمة صحية. نمر بكم إلى مداخلة أخرى مع مكلف بمصلحة الوقاية على مستوى ولاية الشيخ الطبيب الميوس إيمان، فليتفضل أشكر الوقاية بكلمة أو مدير طبيب مدير الخدمات الجامعية بجامعة الشيخ، فليتفضل أشكر الوقاية. الجامعية والمدرسية ارتعينا باش نقول كلمة خفيفة يعني بخصوص وحدات الطب الوقائي وهي لي جي ام بي او نيفو دي ريزيدونس يونيفرسيتير او نيفو دو لونيفرسيتي دو شتاف. دونك وحدات الطب الوقائي هي عباره عن وحدات صحيه موجوده داخل الجامعه، الهدف تاعها هي دير دي فيزيت ميديكال الفحوصات الطبيه للطلبه وللعمال بصفه عامه، ثانيا القيام بحملات التلقيح في صفوف الطلبه والعمال بمختلف انواعها، ثالثا لا فيزيو شارج سيكولوجي كيما يكون في علمكم باللي ما كاش علاج جسدي بلا ما يكون علاج نفسي للطلبه والعمال كذلك، وكونترول ديجيان اي دو سالوبريتي عندنا ان رول تريز امبورتون داخل الجامعه وهو الحرص على السلامه داخل المطاعم الجامعيه واو نيفو دي بلوك دي زيتابليسمون تاع البيداغوجيك. ثالثا عندنا رول كيما رانا دروك اليوم في هذا الاجتماع عندنا رول ديدوكاسيون بور لا سونتي وين نديرو حملات تحسيسيه في صفوف الطلبه وين نوعوهم بمختلف الامراض سولو ان بروغرام اورغانيزي بار اليوبي. ثالثا وحده الطب الوقائي تقوم باستمرار وباستفاده دوريه بقيام دي بيلون ونوجههم لمصالح مديريه الصحه. دونك لي فيزيت ميديكال بالخفض عندنا رواتب دو فيزيت ميديكال نديرهم في العلم الطب الوقائي، لا فيزيت دادميسيون اي طالب يجي جديد للجامعه ولا اي عامل يجي للجامعه الا ويخضع للفحص الطبي. ثانيا لا فيزيت سيستيماتيك هي الفحص الدوري، يعني كل سنه نقوم بفحص العمال وبفحص الطلبه وهذا لاستاذ نميزوا الطلبه الصحاح من الطلبه المرضى من العمال. لا فيزيت سبونتاني هي اي واحد يمرض يضر راسه ولا يروح للطبيب يفوت حنا اللي نقوموا بالفحص الطبي تاعو. دونك الوظيفه تاع وحده الطب الوقائي داخل الطبيب داخل وحده الطب الوقائي هو الدياغنوستيك، نديروا تشخيص الامراض، نديروا لو ديبيستاج الفحص المبكر للامراض مثلا السرطانات ولا حنا ندوموا الناس اللي نشوفوا فيهم دفان دي بيلو اذا صبروا عندهم كاش امراض ولا حنا اللي نوجهوا ثاني، نديروا لو تخاتمون اي لي سوا وين نقوموا بعلاج المرضى. ثالثا لي زوريونتاسيون يكون عندنا مريض نوجهوا للمصالح المختصه. ثالثا نديروا لي زاناليز دو كل بروبارازيتولوجي دي سيل المختلف عمال تاع المطاعم الجامعيه وين كل عامل يخدم في المطعم لازم يدير لي زاناليز. ثالثا فان دي راديو اذا كان هذا كان مريض طلب اسكان ولا دي راديو. ثالثا ليجيان دونتير وين عندنا اطباء مختصين في جراحي الاسنان يقوموا بهذا الشيء. وثالثا لا بريز اون شارج دي مالاد كرونيك، لي مالاد كرونيك اللي نقدروا حنا نتكفلوا بهم ولي نوريونتوهم لفالدي ميدسان سبيساليست اللي بعدهم. ثالثا نديروا عمليه التلقيح، العمليه التلقيح تقوم بها وحده الطب الوقائي وين عندنا نديروا لاش بي في بصفه دوريه للديفتيري تيتانوس اونتي غريبال، ومادام رانا في فتره تاع جائحه كورونا نقوموا بلا فاكسيناسيون اونتي كوفيد 19. ثالثا لا بريز اون شارج سيكولوجيك تاع لي ديفيرون ستادير مالاد، سواء يكون واحد يجي الفحص ستادير عنده سيكولوج لانه مريض او بيان واحد عنده مرض برضه واحد اخر ندير له اون بريز اون شارج سيكولوجيك باش ما يصرالوش حالة اكتئاب. ثالثا دونك ديابوزيفون دونك لو كونترول انديفيديزيال نديرو دونك ديابوزيفون ندير ليجيان او نيفو دي ريستوراسيون. دونك مهمة وحدة الطب الوقائي داخل الجامعة ليجيان او نيفو دي ريستوراسيون. في ليجيان عندنا ليجيان فيستيمونتير تاع الهندام وليجيان تاع لوكو انسي ليجيان تاع لي دوري اليمونتير. ثالثا عندنا ليجيان تاع لي بلوك اي لي شومبر و تاع لي زون فيهم لي سال ستاد ديتود. ثالثا عندنا ليجيان دو لونتوراج وين لورون تاع لي ام بي دير لي ترواتي ديزانفيكسيون ديزانفيكسيون اي ستاد بون ديزانفاج ديزانفيكسيون ديزانفيكسيون اي ديزانسيبيزاسيون. ثالثا ليجيان دو لو سي سي ان بوان تري امبورتون وين لي ام بي هي اللي تحرص على تاع
التحاليل تاع الماء وين الطالب ولا العامل يتناول الماء سليم. ثالثا بالنسبه لمجال ديجيال سيكوريتي وين لازم كل واحد يخدم في مكان وين يكون في حمايه. دونك ديابوزيفو. ثالثا ليديكاسيون بور لا سونتي نقوموا بعمليه توعويه للطلبه ونحثوهم كما مثلا في لابيريو تاع الكورونا هذه نقول لهم صدر نقول لهم الشباب هما الصوالح اللي ملاح في لافاكسيناسيون مثلا وين لازم الطبيعي المريض اللي يكون مريض طالب اللي يكون مريض ما يخدمش مع طلبه صحاح اللي يكون مريض ما يجيش في الدار ما يجيش فيه. دونك فان دي بيرون دو سونتي هذو لي بيرون نوزعوهم نبعثوهم لمديريه الصحه بصفه دوريه نعطو لهم دي طابلو خاصين بهذا الشيء. ديابوزيفو. دونك ليوبي او كود ليوبي دونك ليوبي في هذه الجائحه تاع كورونا قامت بجهد كبير يعني وين كنا يعني احنا حتى احنا كنا معرضين الاخطار تاع هذا الكوفيد باسكو كانوا رجولنا المرضى كامل مختلف النوع تاع عمر مختلف الاعمار ويكون نميزوا ما بين الطلبه الصحاح والطلبه اللي مرضى ويكون لازم علينا احنا اللي نتكفلوا بهم. ديابوزيفو ابليكاسيون دي ريكومونداسيون دو لوباليزاسيون مونديال دو لا سونتي. دونك احنا دائما نخدموا على حساب ريكومونداسيون دو لوباليزاسيون مونديال دو لا سونتي اللي تقول بلي il faut toujours respecter la distanciation, respecter le lavage des mains comme il a dit monsieur tout à l'heure, et porter le masque. Donc, je ne sais pas si les chiffres de la COVID-19 sont les mêmes que les corps. Ils ont été prêts à faire la COVID-19, monsieur. Thalita, aider les étudiants à faire face au stress, c'est-à-dire même les étudiants ou les urbains qui sont au sein du Delta ou le Delta, c'est tout Delta. كان صرا المليار عصبي كاين صرا حاله اكتئاب وين لازم ندو ديرو لو بريز اون شارج سيكولوجي باش يتعافوا. ديابوزيفو دونك لا فاكسيناسيون قلنا ناخذ على مستوى جامعه شلف باقتناء الفاكسين سواء على مستوى الجامعه ولا الاقامه الجامعيه وقمنا بحملات التلقيح على مستوى للطلبه والعلم من ابتداء من شهر اكتوبر. دونك لو بيرسونيل اللي كان يقوم بالعمليه الفاكسيناسيون سيتي لي ميدسان وليزانفيرمي تاع الجامعه. زيد ديابوزيفو. دونك هذه الاحصائيات درناهم تاع عدد الطلبه والعمال اللي داروا لا فاكسيناسيون وللاسف الشديد كان اقبال ضئيل من طرف الطلبه فرقوا للعمال، العمال يعني كان عدد كثيف داروا الفاكسان الوغ كو الطلبه ما داروش بزاف. ديابوزيفو. دونك المهمه تاع اليوفي هي الكونترول ديجيال سالوبيتي راكم تشوفوا هنايا بدلنا عمليات بيريود في تاع كورونا وين كان لازم نحترموا التباعد الجسدي وكلش. درنا دي كومباني دو ديزانفيكسيون او نيفو دي بلوك تو دي ريستوراسيون ودرنا حملات تحسيسيه توعويه في صفوف الطلبه باش درنا هنايا هذا قدامكم دي زيماج تاع باشاو وين كنا نقول لي باشاو على الطلبه يدو. دونك سي تو جو فو رومارسي انفينيمون بور فوتر ايكوت والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.